وليه احمد يعلان؟ اركن اول جمله وقول. بنك ذا بلاس وبيبول جولد فود تو جيف افتر. تمام. فود. تمام طبعا فود بانك، بنك الطعام، ده المكان اللي الناس بتلم فيه الطعام عشان تعطيه للفقراء. اسماء. انت معانا يا اسماء؟ Contact your local branch to save. Contact your local branch. لا مش to save يا اسماء، اتصل بالفرع المحلي to arrange an appointment، يعني لكي ترتب للقاء، يعني اتصل بالفرع المحلي عشان ترتب بلقاء. لو انت بتتكلم مع بنك او حاجه، يرتب موعد arrange an appointment. اوكي باسم. صوتك بيقطع يا باسم، قول لنا الإجابة على طول يا باسم. ماستر تيكت. طبعا تيكت، تيكت التذكرة هي a printed piece of paper، يعني هي ورقة مطبوعة بتبين اللي انت دفعته عشان تخش السينما او عشان تركب اتوبيس او طيارة او الى اخر. اوكي نيرة. ايوه يا مستر. I only want one glass not a whole bottle please. Great. أنا عايز بس كوب، مانيش عايز الزجاجة كلها. الجملة دي غريبة في إيه؟ لأن دلوقتي هو إيه الكبير من الكوب؟ هل الكبير من الكوباية كب فنجان ولا مج ولا تن علبة؟ لا، الوضع المنطقي إن الإزازة لما أجي بجزأها بتتجزأ لأكواب، إزازة بيبس، إزازة أي حاجة، فلما أجي أجزأها بتتجزأ ل اكواب، فعشان كده الاكبر من الجلاس بيبقى بادل. اوكي يلا يا امنيه. You are too short and too plump so you should go on a diet. Great. انت قصير وكمان plump. Plump يعني ممتلئ، يعني منتفخ، فعشان كده لازم تعمل دايت. اوكي عظيم. يلا يا ثاؤ. The chef made an note of the baking board border and water to use in his new respect in Jordan. Ingredient. قصدك ingredient. يعني مكون، يعني مقدار، يعني الشيف عمل مقدار من البيكنج باودر، البيكنج باودر والمية عشان يستخدمها في الريسيبي. فطبعا بيكنج باودر ده يتقال عليه ingredient، مكون. اوكي يلا يا احمد. 7. انا مستر. لا ماشي احمد تامر، اتفضل يا احمد. هو حضرتك مستر بادئين من زمان؟ لا احنا لسه بادئين دلوقتي. معلش اتاخرت بس. ويا احمد ابقى مركز بس وانت بتعرف الواجب لسبب. انا بدي الناس كتير، فكده انا هدي لك الواجب ومعتمد انك افتكرت واجبك ايه، فاهمني؟ ده بس السبب اللي خلاني ما اعرفش ارد عليك. والله انا كنت رجعت وبقيت يوم 3. اوكي طب يلا ايه؟ فور 7. I only want one glass. لا 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 I only ايه؟ احنا في letter، احنا في number 7 دلوقتي يا احمد. If you are playing a genius. وانا بحلم الكتاب مش بس على الشاشة. طيب ماشي يلا. If you are I warn you he is losing. He feels. He ايه؟ Feels. Number 6.
غير منطقي يا احمد. لو انت بتلعب ضد سالم انا بحذرك، هو ايه الخساره؟ اكيد هي هيتس، هو يكره، هو يكره الخساره. هو ايه يا احمد؟ يكره. اوكي يكره. او مستر مش بس هو حركه مصر، مش المفروض نختار اختيارين يا احمد؟ ركز بعد اذنك يا احمد، بتختار اختيارين لما يكون جايب لك خمس اختيارات يا احمد، وقلنا ان هو بيكون جايب لك جملتين بس اللي فيهم كده، يعني جملتين بس اللي عليهم خمس اختيارات وانت بتختار اتنين صح، جملتين بس الباقي طبيعي، يعني الباقي جمله عاديه، يعني جمله وليها اربع اختيارات، بتختار انت واحد بس صح. ماشي يا احمد؟ اوكي يلا يا آلاء. She that the job wasn't as easy as it might seem. She discovered. طبعا اكتشفت. هي اكتشفت ان الوظيفة لم تكن سهلة مثلما كانت تبدو في بادئ الامر. لما اكتشف امر انا ما كنتش عارفه يبقى ده discover. بتساوي بالظبط كده find out اللي معناها يكتشف، والماضي منها found out. اوكي يلا يا منى. I have had a few problems with my car. Great. Have a problem with، يعني لديه مشاكل في، عنده مشاكل في أشياء معينة. عظيم. يلا يا أحمد يا علاء. ماشي بس. The police office the police office told that he had the right man. الا كرايمر. كرايمنال. الضابط قال للمجرم. The police officer told the criminal that he had the right to remain silent. له الحق في ان يبقى till his lawyer came، لحد ما المحامي يجي، يعني ما يتكلمش الا لما محاميه يجي. اوكي يلا يا اسماء. اللونج تايم 11. انت قلت ايه جمله؟ I haven't seen my younger sister long time. I'm criminal. لا طبعا مش long time يا اسماء، ركزي يا استاذه. انا دلوقتي عندي زمن مضارع تام متكون من have وتصريف ثالث haven't seen. اذا انا محتاج كلمه داله على زمن المضارع التام. من الاربع كلمات اللي قدامي مفيش غير كلمه واحده بس داله على زمن المضارع التام، اللي هي lately، اللي معناها مؤخرا او حديثا. عشان اجيب long time دي لازم يكون قبليها كلمه داله على المضارع التام اللي هي for، فتبقى I haven't seen my younger sister for a long time، كده تبقى صح. مفيش for، يبقى اذا long time ما تنفعش، فانا محتاج lately اللي معناها مؤخرا، ولately بتيجي في نهايه جمله مثبته، في نهايه جمله منفيه، في نهايه سؤال. lately في كلمه زيها اسمها recently. recently اللي معناها حديثا، والفرق ما بين lately و recently ان انا لو عندي نفي بستخدم lately، ما بستخدمش recently. اتمنى تكون المعلومه وضحت يا اسماء. باسم. I am a student in the third secondary grade. I know English 12 years. رجع الإجابة واتقطع. اختيار سي. have learned. ليه؟ لأن for أحد الكلمات الدالة على زمن الـ present perfect، أحد الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. أوكي نيرة. we haven't met our friends for a year. They are too busy. Great. صح. We haven't met، يعني زمن مضارع تام منفي، ما شفناهمش بقالنا سنة، هم مشغولين جدا.
طب ليه مش having been met؟ لأن having been met دي صيغة مجهول وأنا مش محتاج صيغة مجهول إطلاق. أوكي. طب ليه مش have met؟ لأن المعنى محتاج نفي. عظيم. شكرا طب مستر طب هو never have met دي معناها إيه؟ never have met. هنا الخطأ يا نيرة في الموضع في التموضع. Never ده مش possession. المفروض تبقى have never. Between. يبقى we have never met our friends for a year. ساعتها كانت هتبقى إجابة منطقية ومنضبطة. أوكي؟ أيوه. بس never مش ده possession. وصلت يا جميل؟ وصلت. يلا أمنية. A long time has passed since I saw her. وتبقى مالية واثقة من إجابتك كده. Since ليه؟ يعني since بيجي بعدها past simple بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها present perfect وقبلها زمن مضارع تام. المضارع التام موجود has passed وكمان عندنا الباست سيمبل موجود اللي هو سو يبقى ان بتوين لازم أن يكون في سنس. عظيم عظيم يا أمنية. يلا يا ثاؤو. نها not house for the three horses she looks very tired هتبقى has cleaned has cleaned. ليه بقى؟ لان ده استخدام زمن المضارع التام اللي بيقول لي حاجه حصلت في الماضي ولها اثر في الحاضر. اللي حصل في الماضي ان هي فضلت تنظف لمده 3 ساعات. الاثر اللي في الحاضر ان هي تب يبدو عليها التعب. فلما يبقى في حاجه حصلت في الماضي وليها اثر في الحاضر ساعتها انا بجيب زمن مضارع تام. مستر اوكي ايوه هو معلش في الجمله اللي فوق هي باست ديت فتره معلش هو ايه اللي باست دي فتره لا اللي هي في سؤال 14 long time has هي باست دي فتره لا طبعا ده فعل معناه مره الفاعل بص ركز بس معايا الفاعل a long time دي معناها وقت طويل ده الفاعل بتاعي has passed معناها مر وقت طويل مر has passed الزمن المضارع التام الجمله الثانيه ماضي بسيط يبقى في النص سنس لان سنس هي اللي بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط تمام يا مستر شوف ماشي يلا يا احمد تمام by this time he space the bus had left he has arrived طبعا الجمله دي بقى يا احمد هو الاستخدام المختلف اطلاقا او الاستخدام المختلف لباي ذا تايم اول حاجه احنا قلنا نعيد تاني الجمله دي لان الجمله دي مهمه جدا 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 لما يكون عندنا جملتين قبل ما تسرع واختار اي زمن في سؤالين لازم اسالهم لنفسي يبقى تاني لما يكون عندنا جملتين وفي رابط زمني في سؤالين قبل ما اتسرع واجاوب حتى لو انا مقتنع ان الاجابه سهله لا في سؤالين اسالهم لنفسك الاول قبل ما تدي لنفسك الحق انك تجاوب ما سالتش السؤالين دول تبقى انت مقصر في حق نفسك او انت مقصره في حق نفسك اما يبقى في جملتين وفي رابط في مهما كانت الجمله بالنسبه لك واضحه وسهله وبسيطه شوف انا قاعد باكد قد ايه يعني مهما كانت الجمله انت شايفها سهله اسال نفسك سؤالين السؤال الاول هل انا حققت مبدا التوافق ولا لا يعني ايه يعني انا دلوقتي هيبقى انا عندي جملتين جمله فيها نقط وجمله كامله اسال نفسي هي الجمله الكامله دي شكلها فين شكلها في المضارع ولا شكلها في الماضي لو شكلها في المضارع استبعد كل ما له علاقة بالماضي ولو شكلها في الماضي استبعد كل ما له علاقة بالمضارع ده أول سؤال السؤال ده أصلاً لوحده ممكن يحل لك الجملة يعني أنا يا أحمد لو سألت نفس السؤال ده هتلاقي إن أنت عندك had left ما هياش مضارع ماضي إذن has ده هي غلط وأرايف ده غلط مش محتاج بقى أنا مش محتاج أعمل أي حاجة خالص يعني مش محتاج مجهود ذهني بسؤال واحد سألته لنفسي هل في توافق ولا لأ دلوقتي
النص الاول مضارع يبقى النص الثاني مضارع او مستقبل، النص الاول ماضي يبقى النص الثاني ماضي. يبقى ده اول سؤال سالته لنفسي. السؤال الثاني، ايه علاقه الجملتين ببعض؟ يعني هل العلاقه علاقه توالي، يعني حاجه حصلت بعد حاجه، ولا هل العلاقه علاقه تقاطع، يعني حاجه كانت شغاله وحاجه تانية قطعتها، ولا هل العلاقه علاقه تزامن، يعني هما الاثنين كانوا بيحصلوا مع بعض كده؟ يبقى انا مش مقصر ان انا بدي للسؤال حقه، ما عملتش كده واستسهلت يبقى ما بديش للسؤال حقه. فانا حطيت نفسي مكانك يا احمد. By the time he نقط محتاج زمن. The bus had left R. طب حققنا مبدأ التوافق، نحققه ازاي؟ had left ده زمن ايه؟ had دي ماضي. طيب اذا الجملة ماضي، يبقى كل ما له علاقة بالمضارع يتحذف. ال has arrived مضارع تام تحذف. ال arrived لوحدها مضارع بسيط تحذف. حلو، حذفناهم خلاص. اتفضل عندي يا اما arrived يا اما had arrived. انا اجي اسأل نفسي بقى، ايه علاقة الجملتين ببعض؟ before ولا by the time دي معناها قبل، قبل هو ما يوصل الاتوبيس مشي، الاتوبيس مشي بالماضي التام بالحدث الاول، مشي بالماضي التام الحدث الاول. يبقى انا عايز بعد by the time ماضي بسيط اللي هو arrived بقى، اللي هو arrived، لان دي علاقه توالي، يعني الاتوبيس مشي الاول وبعد كده هو وصل. وصلت يا احمد؟ ايوه تمام مستر، شكرا جدا. المهم يا احمد احقق مبدا التوافق، تمام. لان انا كنت فاكر في جمله كان فيها باي ذا تايم انت قلت لي arrived وانا قلت لك لا هنختار هاز. ده ليه؟ لان انت ما كنتش واخد بالك ان الجمله الثانيه، انا فاكر يا احمد برضك الجمله ليك، الجمله الثانيه كان فيها مستقبل. طب ما الجمله الثانيه فيها مستقبل ما ينفعش تجيب ماضي، يعني انت لو كان في هنا ويل، يعني لو مكان الهاد دي، يعني لو مكان الهاد دي كان في ويل، تمام، لو كان في ويل ما كنتش هينفع اجيب الاختيار اللي انا اخترته، يعني ما كانش ينفع اختار ارايف دي لو كان في ويل، كنت هختار هذا ارايف. ده لو كان في ويل بقى، يعني ده لو كان في ويل، انما انا عندي ماضي يبقى اجيب قصادها ماضي. يا رب تكون المعلومه دي ثبتت، بس عشان المعلومه دي انا بهاتي فيها كتير. يلا الاء. Most people know that the first man walked on the moon, not Armstrong in is. هتبقى is. لا مش is. Was. هي ممكن is. طبعا يعني هي الأصح، الأصح was، لأن الحدث ده تم في الماضي. الحدث ده تم في الماضي. Most people know that the first man walked on the moon. أول رجل مشى على القمر was. كان. Armstrong in 1969. Okay. يلا منا. However, since that time. جدع. However, since that time. يعني منذ ذلك الوقت. منذ ذلك الوقت. Okay. ليه جبت since that time؟ دي وقت محدد. والسنس بيجي بعدها وقت محدد، فعشان كده قلنا سنس ذات تايم. ذا مون. يلا يا ندى. مستر من فضلك معلش، ما ينفعش تبقى افتر؟ لا ما ينفعش تبقى افتر، يعني بعد ذلك الوقت الامر. ليه بقى؟ لان افتر ما بيجيش بعدها مده زمنيه محدده في الماضي، والجمله الثانيه تبقى مضارع، يبقى برضه ما حققتش مبدا التوافق. يعني يبقى برضه ما حققتش مبدا التوافق، يعني لو قلت after that time بعد ذلك الوقت، هيبقى دي ذلك الوقت على فكره ده ماضي بسيط. ما هي ذلك الوقت ده عايد على مين؟ عايد على 1969، فذلك الوقت ده ماضي بسيط. ما ينفعش بعد after ماضي بسيط والجمله الثانيه مضارع. مين الوحيده اللي بتكسر التوافق دي؟ بتكسره كده وبتجيبه على الارض؟ since. لإن سينس بيجي بعدها ماضي بسيط اللي هو ذات تايم، والجملة التانية مضارع تاني. وصلت؟ طب مستر. أيوه يا جميل. ما تنفعش باي؟
برضه هنقول نفس القصة. أولا by the time معناها قبل ذلك الوقت، وغير منطقي إن أنا أقول قبل ذلك الوقت لأن قبل 69 مفيش حد طلع على القمر. أولا كمعنى غير منطقي كجرامر، يعني خلينا نقول إن المعنى منطقي كجرامر برضه مش هينفع. ليه؟ هتجيبي after، هتجيبي باي، انا كده ولا كده محشور في حته ان ذات تايم ماضي بسيط. ما دام ذات تايم ماضي بسيط ما ينفعش هنا مضارع تام، مش هينفع. يعني ما فيش ماضي مع مضارع. انا قاعد بهاتي نص ساعه في الحته دي. انتوا بتستهونوا بالحته دي على فكره وده غلط. كلكم بلا استثناء بتستهونوا بحته التوافق ده وده غلط. يعني ايه بتستهونوا بيها؟ يا جماعه اقسم بالله ما ينفعش تبقى جمله مضارع وقصادها جمله في الماضي. او ما ينفعش جمله في الماضي وقصادها جمله في المضارع. ده مش جرامر، ده مش انجلش، ده ما ينفعش. اللي بيخسر النقطه دي سنس بس، يعني سنس هي اللي بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. بخلاف كده اعمل توافق بقى، بخلاف كده اعمل توافق في رابط زمني بجملتين يبقى في توافق. عشان كده انا اتبسطت من زميلتكم لما قالت لي سنس، لانها اصابت في ايه؟ سنس بعدها ماضي بسيط، الجمله الثانيه مضارع تام، وهنا ان هو رابط يكاد يكون هي وكمان رابط كمان اللي هو I would rather، هما الاثنين دول بيجي بعدهم ماضي بسيط، يعني سنس بيجي بعدها ماضي بسيط والجمله الثانيه مضارع تام. فمحدش يحاول يقترح اي اجابات بديله لسنس لان من المؤكد ان هي غلط. اوكي مستر، يلا يا ند. ايوه انا فهمت دلوقتي مبدا التوافق اللي هو لازم ماضي يبقى ماضي ومضارع يبقى مضارع او مستقبل. طيب في اللي هو الاخير اللي تشوز الاخير، احنا في ماضي بسيط وفي ماضي تام. حلو بقى، ما انت كده ما ركزتيش معايا يا منه وانا بقول السؤال التاني. لا انا كنت اقول لك يعني تعيدها تاني، عرفت ان حضرتك قلتها مش فاهماها. اعيدها تاني يا منه. بص يا منه، في علاقات ما بين الازمنه. يعني ايه في علاقات ما بين الازمنه؟ خلاص خلصنا من قاعده التوافق مضارع مضارع ماضي الماضي. طب هيجيب لي جمل خلاص، يعني ممكن يكون لما اجي احقق قاعده التوافق مثلا وفي جمله مضارع ممكن الاقي لها اربع اختيارات مضارع، او مثلا جمله في الماضي الاقي لها اربع اختيارات ماضي. فهنا التوافق مش هيفيدني بحاجه لان بالفعل الاختيارات كلها نفس الزمن زي الزمن اللي فوق. هنا بقى كيفيه تحديد العلاقه ما بين زمنين. يعني ايه؟ هل الاثنين كانوا بيحصلوا مع بعض؟ بمعنى لما لمست الميه السخنه صرخت، ده تزامن. When I touched the hot water I shouted، ده حاجتين حصلوا مع بعض. دون التزامن مفيش فاصل زمني والاتنين حدث قصير. طب ما في تزامن ويبقى الاتنين ماضي مستمر، يعني ايه؟ يعني انا بقول انا وانا كنت بلعب اختي كانت بتذاكر. While I was playing my sister was studying، دول برضه حاجتين كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت في الماضي. حاجتين كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت في الماضي بس كانوا الاثنين مستمرين. في تزامن باستمرار وفي تزامن ومفيش فيه استمرار. تزامن باستمرار اثنين ماضي مستمر، تزامن مفيش فيه استمرار. اللي قاعد بيخرفش في المي. طيب في علاقه تقاطع. يعني ايه علاقه تقاطع؟ يعني مثلا انا كنت بذاكر والنور قطع، يبقى انا وانا كنت بذاكر ده ماضي مستمر، النور قطع ده ماضي بسيط. الحدث اللي بيبقى مستمر ده بحطه في الماضي المستمر، الحدث التاني اللي بيقطع ماضي بسيط. اوكي. كمان في علاقة توالي. يعني ايه يا مستر علاقة توالي؟ يعني حدثين حصلوا ورا بعض زي المثال 16، بعد ما وصل الاوتوبيس مشي. ومعروف ان باي ذا تايم بيجي بعدها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام، الماضي التام موجود اهوت اللي هو هاد ليفت، فاضطرينا نجيب باي ذا تايم. وصلت يا منة؟ تمام يا مستر، شكرا. العفو يا جميل. يلا يا ندى. المايك مش شغال عندك؟ طب قول يا احمد يا علاء. ما فيش احمد على، قولي يا اسماء. سي سي زمون هاز بين هاز بين فيزيتد.
لان دي صيغه مجهول، ما دام صيغه مجهول يبقى لازم استخدم been. The moon has been visited by 11 other men، بواسطه 11 رجل تانيين. اوكي يلا باسم. But they are not so famous. They have not many sessions to see the moon. So how much? As the so many. لا 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 مش so. They have لا مش so. أنا عايز أقول يوجد. يوجد هتبقى بين زي اللي فوق. There have been many researches. يعني يا احمد الهاف محتاجه تصريف ثالث. يعني الهاف دي ما هو بص الذال دي فعل معناها يوجد، الفعل ده لا يملك. يعني الذال اللي هي اللي معناها يوجد او هناك دي لا تملك. ما انت لو قلت لي هاف سو يملك كثيرا. فطبعا ذير هاف بين يعني وجد او كان يوجد الكثير من الابحاث لدراسه القمر. وصلت يا باسم؟ وصلت. انا مثلا كنت فاكرها هذه مش دي مستر. ايوه طب هو جه في بالي إجابة اللي هو بتاعت ممكن كانت تبقى دون. بص أنا خلي بالك دي كانت حاضرة في ذهني، يعني أنا يرى دان دي اللي كانت حاضرة في ذهني، بس أنا اكتشفت إن الفعل اللي مكتوب مش زي، أنت عارفة لو زي اللي أخرها واي هما. أيوه كنت أقول لك هما عملوا يعني. أيوه إنما في زير. إنما دي زير معناها هناك أو يوجد، فطبعا مش هتنفع دان خالص. ينفع أيوه. ذير هاف بين يعني كان يوجد كثير من الابحاث تستدي زمون لدراسه الكواكب القمر والكواكب الاخرى. وقلتوا ذير هاف بين او شفتوا حتى هنا في السطر اللي هو قال اهو بقى ذير ايه بقى. ايوه جاب بين تاني. ذير هاف بين بلانز فور وات وي كول توداي سبيس توريزم. اوكي طيب يلا يا نيرا هتقرا والترجمه. يا نيرا تقرا لحد بلاي والترجمه. حاضر. People spend a lot of their spare time playing games. الناس بيقضوا وقت كبير في لعب الألعاب such as play. Such people. أنا فين؟ Such people play because they want to. بيلعبوا عشان هم عاوزين. أيوة. The word sport was first used for organized games about 100 years ago. كلمة sport أول كلمة استخدموها. التعبير عن الألعاب كان اسمها sport صح؟ لا بص بقى انا هنا لازم اترجم كويس. يعني هو لما بيقول لي the word sport was first used. أيوه. لازم اقف هنا، لازم اقف هنا الوقوف بقى حتمية التوقف. يعني طب هو organized يعني ايه؟ يعني منظم. طيب منظم. السبورت استخدمت لممارسة الالعاب في لا يعني كده لا منك الترجمة. بص بقى يجب أن يكون عندنا حسن التوقف. يعني إيه؟ أنت هتقفي عند used. أيوه. الترجمة هتقف لحد هنا، وبعد كده هتقفي عند games. يلا ترجمي. The word sport was first used. كانت تستخدم. مبني المجهول. إيه اللي كانت؟ كلمة sport. يبقى انت تقولي لي استخدمت كلمة رياضة لأول مرة. استخدمت اللي هي was used. The word sport ده كلمة رياضة. استخدمت كلمة رياضة لأول مرة. ها. مستر في صوت المايك. في صوت المايك من أول شيء. ماشي 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 يا خلاص. For organized games. ده قلت organized يعني ايه؟ مستر انا مش سامعك. مرتب او منظم الالعاب المرتبه about 100 years ago من 100 سنه فاتت. ايوه الترجمه يجب ان يكون عندنا كلام لنا جميعا حسن توقف في الترجمه. يعني لازم انا وده من خلال التدريب الكتير
يبقى انا عندي حسن التوقف. يعني ايه توقف؟ تختار النقط اللي انت تقف عندها عشان ما تلبسي وتدخل كلام في بعضه. لما يبقى عندي حرف انفجار اقف قبله، لما يبقى عندي حرف انفجار اقف قبله. يعني لما اقول لي the word sport was first used يبقى استخدمت كلمه الرياضه لاول مره، وقف بعد كده for organized games. ما استهونش باي كلمه فيها ed قبل اسم لان هتبقى صفر. اي كلمه فيها ed قبل اسم هتبقى صفر. يبقى استخدمت كلمه الرياضه لاول مره للالعاب المنظمه. وقفت about 100 years ago يعني منذ حوالي 100 عام. كده يبقى انا عندي حسن ترجمه، يبقى انا كده قادر اترجم. لما يبقى عندي حرف جر اتوقف قبل. قول يا جميل تقول يلا. This is the usual meaning of the word today. الكلمه دي هي اللي بتستخدم دلوقتي على طول يعني، صح؟ لا انا عايزك تترجمي لي this is the usual meaning. الكلمه المعتاده. لا فين الكلمه؟ فين كلمه الكلمه؟ المعنى المعتاد. ايوه اصل انا فاهمها، اللي هو فاهمه معناها ايه بس مش عارفه اقوله. لا ما هو بص، انت احنا في الامتحان مش هيجي يسالك انت فاهم ولا مش فاهم. في الامتحان هيتعامل معاك من خلال الكتابه انت بتكتبيها، تمام؟ عشان كده قلنا نقف، نقف قبل حرف الجر اهو. This is the usual meaning. يبقى المعنى المعتاد of the word today. واحده بس، واحده عليا. أيوة. اصل مش هسيب كلمه وهعديها. انت قلتي this is the usual meaning، المعنى المعتاد. لا هي مش كده. This هذا is هذا هو المعنى المعتاد. بس الله ينور عليك. اصل انت هتقولي لي المعنى المعتاد هتبقى ناقصه، يعني كده هتبقى ناقصه. أيوة. انا حاسس ان في حاجه ناقصه. يبقى هذا هو المعنى المعتاد للكلمه اليوم. اليوم many people are paid for the sports they play. كثير من الناس are paid طب مستر هو المفروض بيدفعوا الكثير للسبورتس زي بلاي، للالعاب اللي بيلعبوها، صح؟ يعني هم اللي بيدفعوا ولا هم اللي بيدفع لهم؟ ايوه ازاي بقى؟ ما انا مش فاهمه. عشان كده مش المفروض الناس اللي بيدفعوا؟ لا هم اللي بيلعبوا كورة هم اللي بيدفعوا فلوس ولا هم اللي بياخدوا فلوس؟ بس في ألعاب تانية أنا بدفع لها وأنا داخل ألعبها. طب ماشي، ده بتدفعي اشتراك بس. هو هنا قال لك ميني بيبول، الكثير من الناس يدفع لهم من أجل الرياضة التي يلعبوها، يعني بيدفع لهم ده اللي هي الرياضة الاحترافية يعني. عشان كده جالي التعريف أهو these people are called إيه؟ أركل بروفيشنال. بروفيشنال. البروفيشنال دول هم اللي بيدفع لهم. وصلت؟ تمام. يلا يا أمنية وخلي عندي حسن توقف وانت بتترجمي. دايما وابدا بنتعلم قواعد للترجمة من خلال الريدن. يلا يا جميل. The more they show greatness in the sport they play. كلما هما بيظهروا اللياقة او لا نسيت برضه ثانيه واحده greatness in the sport. يعني عضلاتهم كلها يظهروا. انت قلت حاجه حلوه، انت قلتي كلما يظهروا ايه بقى؟ يعني هي ايه تعظيم greatness؟ عظمه مثلا او كده. عظمه عظمه ايوه. الرياضه هم أيوة. كل بيلعب يعني كلما هم بيظهروا عظمتهم في الرياضه بيلعبوا. لا 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 ثانيه عليا بقى، ثانيه عليا. انت قلتي كلما اظهروا عظمه او حنفنه in the sport في الرياضه زي بلاي. ايوه يعني زي بلاي هم بيلعبوا ايه؟ الرياضه. يبقى هو يبقى المعنى ايه بقى؟ كلما اظهروا عظمه في الرياضه التي يلعبوها. هنا كان في ضمير وصل يعني مفترض which they play يعني، تمام؟ فهنا لازم من حسن الترجمه ان لما يكون جايب لي معنى مكتمل اللي هو كلما اظهروا لياقه في الرياضه
وبعد كده يكون جايب لي فاعل وفعل، انا اتاكد ان الفعل ده خاص بالمفعول اللي قبل الفاعل. يبقى كلما اظهروا لياقه او عظمه او حرفنه في الرياضه التي يلعبوها. كمل يا جميل. The more money they earn. كلما يعني كسبوا فلوس اكتر. كلما اكتسبوا اموالا اكثر. كمل يا جميل. A professional footballer in Italy or Germany earns more than the prime minister there. اللاعب كرة القدم في إيطاليا أو ألمانيا يكتسب أكثر من prime minister، يعني رئيس الوزراء. prime minister رئيس الوزراء، يعني بقولك اللاعب المحترف بيكسب فلوس أكثر من رئيس الوزراء هنا. يلا لا كفايه كده، كفايه كده يا يا امي. يلا ساعه مستر ماتش. ايوه هو ايه ذا سبورت ذا بلاي؟ حضرتك بتقول الرياضه اللي هم بيلعبوها، شوفوا كان بقى في بعد سبورت ويز. بعد سبورت يكون في ايه؟ ويز يعني ايه ويز؟ سبورت ويز ذا بلاي. لا مش كده، هو مفترض يبقى فيه هنا اهو، هنا اهو يبقى فيه which التي. يعني بص الجملة دي اصلها ايه؟ هقول لك يا سيدي، طبعا انتوا خدنا السنة اللي فاتت حاجة اسمها ضمير الوصل، صح؟ كنا في تالتة اعدادي خدنا ضمير الوصل. لا بقى نقفل المايك بقى اللي بيخافش، نقفل المايك اللي بيخافش. يعني بقول لك هنا بقى ايه الجملة كان اصلها كده. The more they show greatness in the sport which they play. دي كان اصل الجملة كده يا احمد، يعني هما كلما اظهروا عظمة في الرياضة التي يلعبوها. اوكي قال لك بقى ان كلمة رياضة ديت مفعول، يعني الرياضة ديت مفعول. وقال لك ان في قاعده في ضمير الوصل بتقول لك ايه يا احمد؟ ده مين ضمير الوصل ده اللي هو ويتش؟ يعني بقول لك في قاعده في ضمير الوصل اسمها انك ممكن تحذف ضمير الوصل، حذف ضمير الوصل باستخدام المفعول. فتبقى ايه؟ فتبقى الجمله كده The more they show greatness in the sport they play. يعني كلما اظهروا مهاره في الرياضه التي يلعبوا. فانا من خلال بقى الخبره او من خلال بقى الحل الكتير بقى انا ببقى عارف ان كان في هنا ضمير وصل واتحذف، لان لو ما قلتش كده هيبقى في خلل في المعنى. يعني انا لو ما قلتش كده هقول ايه؟ كلما اظهروا حرفه في الرياضه هم يلعبوا. هم يلعبوا ايه؟ هم يلعبوا ايه؟ يبقى الرياضه اللي هم بيلعبوا. وصلت يا احمد؟ ايوه تمام يا مستر. اوكي خفوش يا اولاد، خفوش مش كوك. المهم يلا يا ساقو. حاضر. A professional footballer in Italy or Germany earns more than the prime ماشي يعني ابدأ من the sports. ابدأ من اول the sports. حاضر. هقول the sports اللي هما
نجوم كرة القدم أو عشان try الأول حاضر. The sport starters earn a lot more perhaps that most surprising thing about sportsmen and money money is that some of them can earn more from advertising that then from sports and the adversity. And when كرة القدم earn a lot of more. يعني بعد نجوم كرة القدم earn a lot of more يعني ايه؟ لا فعل earn ما ينفعش ما بقاش عارف. earn ده EARN ده ما ينفعش ما بقاش عارفه خالص. ده ما ينفعش. اللي معناه يكسب. يكسب بما ينفع. بيكسب الكثير او بيكسبوا اكثر بكثير. كملي. بس مش المفروض نجوم الرياضه ايه؟ نجوم كره القدم نجوم الرياضه ماشي. لا نجوم الرياضه اكيد. يلا يا فاء كملي. perhaps that the most expressing ربما يكون ربما ربما يكون الشيء زي موزين ذا برايم مينستر. لا سيبك من الإشارة. الأكثر أيوة الأكثر دهشة إشارة الأكثر. أنت بدأت لا مش إثارة خالص. أنت بدأت حلوة أوي. أنت قلت لي ربما يكون الشيء ودي بداية رائعة إنك جبتي لي بقى هنا الاسم وبعد كده تجيب لي الصفة. ما هي الصفة اللي تموست سربرايزنج ديت تيجي بعد الاسم. يبقى ربما يكون الشيء الأكثر دهشة. أوكي؟ يبقى هنا لما أنا بحب أترجم صفة واسم أجيب الاسم وبعد كده الصفة. ها؟ كملي. وبعد كده أسمي زين أباوت سبورتسمن. اللي هي لا 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 أنت نطيتي سطر ليه؟ هي أباوت سبورتسمن أند مان. ثانية عشان ثانية طيب عشان أهي. About sport and money تبقى اللي هي يعني ربما يكون الشيء الأكثر إثارة أو دهشة اللي هي التعلق بالرياضيين. لا واحدة يعني بس واحدة يتعلق بالرياضيين. فين يتعلق؟ فين يتعلق؟ About لها معنى بسيط. لها معنى بسيط خالص. انت قلت ربما يكون الشيء الاكثر دهشه. about ده مش محتاج بسطتها اللي معناها عن يعني مش محتاجه خالص. عن مين بقى؟ عن الرياضيين. ايوه and money عن الرياضيين المال الرياضيين والمال الرياضيين والمال هو ان يعني بعضهم ما خلاص بقى هو ان مش بعضهم ان هو بعضهم ممكن ان يربحوا المال. ايوه يربح المال ان هو بعضهم ممكن تمام من الاعلانات. ايوه اللي هي يعني عشان قريت اكثر من كسب يعني اكثر من ان هم بيكسبوا من كسب المال اكثر من الرياضه يعني. يعني انا بقول لي ايه الشيء الاكثر دهشه عن الرجال او عن الرياضيين او المال ان بعضهم يستطيع ان يكسب مالا من الاعلانات اكثر من الرياضه. شكرا يا ثاء. شكرا يا ثاء. يلا يا احمد. An advertisement for sports prices of equipment doesn't simply say buy our things. It says buy the same shirt and shoes as famous sportsmen can advertise things like watches and cans of food. بس they allow an advertisement spicing advertisement يعني مغامرات الرياضة
لا مش مغامرات خالص، مفيش مغامرات خالص، احنا لسه قايلين دلوقتي ادفرتايسنج فوق معناها اعلان، نسجل بقى الكلمات دي بقى، تمام. اعلان يبقى ادفرتايسمنت اعلان. اعلان الرياضة. لا مش اعلان، انا كده انا كده بستسهل برضه، يعني انا كده بستسهل، احنا قلنا نقف قبل حرف الغرض، ان ادفرتايسمنت الاعلان، فور معناها ليه، ما تقوليش رياضه تمام. وتسكت، لان الرياضه دي يا احمد متصله بما بعدها، يعني كلمه سبورتس دي اللي انت بتقول عليها رياضه، في بعدها بيسز، وفي بعدها اوف، وفي بعدها اكويبمنت، فكل ده على بعضها اللي هي سبورتس بيسز اوف اكويبمنت، دي على بعضها معناها ايه بقى؟ الإعلان للرياضة. لا برضه رياضه، انت مصمم انها رياضه، انت مش مقتنع ان الرياضه الإعلان دي جايه مع للرياضة. بيسز، انت مش مصمم ان سبورتس دي جايه مع بيسز واوف اكويبمنت، لازم تبقى عارف، لو ما انتش عارف بقى اكويبمنت معناها معدات، كلمه ما ينفعش ما ينفعش ما كنتش عارفها، عارف بس مش بيسز عارف ايه. اوف بيس قطعه، قطعه هي جايه مع معدات عشان معدات ما بتتجمعش، اوكي، فهو الاعلان للمعدات الرياضيه. لا شوف انت مصمم تجيب رياضه وهو بتصف اسم في الاخر اسمه معدات، يبقى الاعلان للمعدات الرياضيه. فه. كمل. المعدات الرياضية doesn't seem to be seen by our things. doesn't seem to be seen يعني ايه؟ لا يكون ليس سهل القول علي، لا يكون بسهولة أو ببساطة باي اور نقول يعني اشتري الكثير. لا ما فيش الكثير اشتري اشياء، اشياء اشياء اشتري اشياء، امال بقول ايه بقى؟ Please buy the same shirt and shoes. يقول اشتري شيرت مختلف وحذاء. ده سيم، دي عكس مختلف، اشتري نفس قميص وحذاء فلان، ذا سيم دي معناها نفس الشيء، يبقى هو يعني الاعلان الرياضي ما بيقولكش ببساطه اشتري حاجات، لا ده بيقول لك ايه، اشتري نفس قميص وحذاء فلان، فلان ده بقى يبقى رونالدو، ميسي، صلاح، اي حد، اي نجم رياضي. كم famous sportsmen can advertise things like coaches. الرجال الرياضة المشهورين يستطيعوا advertise things like يعلنوا عن أشياء، عن الأشياء المشابهة مش مشابهة، الأشياء مثل لايك معناها مثل، المحبوبة. لا لايك معناها مثل الساعات ومثل أنواع الساعات وكنز وفود الأكل. ماشي شكرا، وأنواع الطعام. يلا يا آلاء. تمام. They allow the companies to use their names or photographs and they are paid for this. Sport is no longer just something for people's spare time. إن هما يعني بيخلوا بيسمحوا للcompanies اللي هي الشركات إن تستخدم أساميهم والفوتوغرافس أو اللي هما بتوعات الفوتوغرافر دولت. لا مش حاجة اسمها بتوعات الفوتوغرافر، حاجة اسمها صور فوتوغرافية. يعني هم يسمحوا للشركات باستخدام اسمائهم وصورهم او صورهم الفوتوغرافيه. ها صورهم الفوتوغرافيه and they are paid، وهم يدفعوا لذلك. يعني يدفع لهم اموال مقابل ذلك. ماشي كملي يا جميل. سبورت از نو لونجر جست، يعني الرياضه لم تعد فقط شيء للوقت الفراغ. ممتاز، لم تعد شيء لوقت الفراغ. شكرا ابو احمد. بص يا استاذ عبد الرحمن، انت داخل متاخر اولا. بالنسبه للمقال بتاعك يا ابو احمد ماشي حلو، ماشي حلو، واسمع بس مني للاخر، بس انا حاسس انك معتمد على جوجل ترانسليت كتير، او انت جايب جمل كتير من على النت، وده غلط. ليه بقى يا ابو احمد؟ ماشي، بس ما انا بس يعني اتناقش معاك في نقطتين بس، يعني اكتر حاجه استفهموني، يعني لما يكون في اسم جامع عبد الرحمن تجيب ما تجيبش از، يعني انت عايز تقول في ناس كتير، ما تقوليش there is a lot of people، لا هتقولي there are a lot of people.
قعدت كتير ما بينه وما بين نفسي افكر ماشي. طب قلت محمد صلاح بيشارك، لما تيجي تتكلم عن حد حي وبيشارك في اعمال خيريه ما تقولش ان هو شارك في الماضي، لا انت تقول ان هو takes part in. اوكي مش تك ماضي، تجيب بقى لانك انت في المضارع. تمام. بيشارك في كتير من الجمعيات. انا نفسي اعرف مين دكتور مجدي يهوي. مين مجدي يهوي ده؟ اوعى يكون قصدك مجدي يعقوب، يعني اوعى يكون قصدك مجدي يعقوب. كان قصده امال يهوي دي جت منين؟ ايه يهوي دي بقى؟ ده انا ما فهمتهاش بصراحه. كتابتك ماشي كويسه وكتب جمل كويسه يا بحمان، استمر على كده يا حبيبي، بس ركز في حاجات صغيره انا قلت لك ده. هي لما يبقى انت عندك فاعل مفرد يبقى نجيب فاعل فيه اس، لما انت بتتكلم عن حاجه بتحصل في الوقت الحاضر تجيب زمن مضارع بسيط، خلي بالك انك بتجيب مع الفاعل الجمع فاعل جمع، وعندك بيب وبتجيب معاها ار، بخلاف كده موجود وقت جيد يا عبد الرحمن. قول بقى يا بحمان. اورجنايز ار جيمز بليد فور اورجنايز. انت بتقول بلايد فور وات؟ نمره ايه. طب حد بيتفق معه وبيختلف معه؟ هنا قال لي ايه اول كلمه لاول مره استخدمت لكلمه organized games؟ organized games الالعاب المنظمه. هنا شوف بقى البدايه بيقول لي ايه، الناس بتقضي الكتير من وقت فراغها وهما بيلعبوا الالعاب. طبعا الناس دي بتلعب لسببنا عايزه كده، such people play because they want to. كلمه سبورتس استخدمت لاول مره للالعاب. لا كل واحد يقفل المايك بعد اذنكم، كل واحد يقفل المايك بعد اذنكم، خليكم معايا ثانية واحدة. معلش يا أولاد نرجع تاني.
كان بيقول لي ان الاورجنايزد جيمز الالعاب المنظمه هي العاب بقى بتتلعب للمنظمات ولا بتتلعب في اوقات معينه ولا العاب انت ممكن فيها يعني تتدرب كويس ولا العاب اللاعبين بيعرفوا فيها ممكن يعملوا ايه. فعبد الرحمن قال ان هي بتتلعب للمنظمات، هل هذا قول منطقي؟ يعني هل ده قول منطقي؟ حد عنده اجابه ثانيه بخلاص؟ انا عندي اجابه. انا عندي اجابه ثانيه. طيب قولي يا أمني. بلايد at special times. طبعا بلايد at special times يعني هنا هي ايه؟ بتتلعب في اوقات معينة، يعني الالعاب المنظمة دي يعني بتتلعب في اوقات معينة بيبقى لها توقيتات محددة. اوكي يا عبد الرحمن. يلا يا منة. ابو فين السؤال؟ الصورة مش واضحة عندي. الصورة مش واضحة عندك؟ ايه اللي حصل ده؟ يلا قول يا جميل. ما هي السؤال فين؟ اهو. ماشي. وصف. A professional sportsman is one who earns money by playing a sport. طبعا البروفيشنال سبورتس مان هو الشخص اللي بيكسب فلوس بانه بيمارس الرياضه. اوكي ندى. ندى شغال مش عارف تشغل المايك. طب قولي يا اسماء. سي رقم سي. Advertising companies sell their goods by making use of sportsmen. طبعا see names and photographs. يعني هم بيكسبوا بان هم بيدوا المنتجات بتاعتهم ان هم بيخلوا رياضيين بيستغلوا اسمائهم وصورهم. طبعا of course. اوكي يلا يا باسم. Sportsmen can earn money through advertisement. Through advertising. يعني ده من خلال الإعلان. أوكي يلا نيام. What is the difference between sports in the past and today? Sports ممكن مستر تطلع للقطعة؟ نعم. نبدأ الأول من sports in the past. كان people spend a lot of their spare time playing games. إن هي كان في أوقات الفراغ. حلو. لكن sports دلوقتي used for organized games. حلو. وكمان هتقولي لا ده في الماضي. طب ماشي على فكرة بس. في الماضي كانوا بيلعبوا في اوقات فراغهم، دلوقتي بقت اورجانيزد جيمز. اي معاك. وهتقولي كمان ان البيبل ار بيد فور ذا سبورت زي بلاي، ان الرياضيين بيدفع لهم في الرياضه ان هم ايه؟ بيلعبوا. وصلت؟ ايوه. طب قولي يا نادى، انت رافع ايدك يا نادى. رافع ايدك ومش عارف تتكلمي؟ طيب يلا يا أمني. Because they are bad for that. Because they what? Are bad for that. Why do famous sportsmen advertise things like watches and food? Hell, because they are bad. Because they are bad. أو كمان ممكن تخدم من وجهة نظر اللي بيعمل الإعلان إن هو إيه؟ sportsmen attract customers بيجذبوا الزباين يعني عشان يشتروا المنتجات بتاعتهم. وصلت اللي قلتيه صح وده صح وده صح. اوكي يلا ثاقوا. Why is sport no longer something for people spare time? ليه ما عادتش خاصه بوقت الفراغ بس يعني؟ ثانية. طيب ما بحبش الأسئلة دي. ماشي ثانية.
لا سهلة، هي ليه ما عدتش وقت الفراغ؟ هي أصلا احنا قلنا الإجابة في السؤال الأول. هي عشان هي عشان الناس بتدفع لها فلوس بس، يعني بتدفع لها فلوس أهو، بقت عشان many people دلوقتي هي are paid from the sport، بيدفع لهم من أجل الرياضة، تمام؟ و they are called professional sportsmen، بيتقال عليهم إن هم professional يعني. يلا يا أحمد مستر، طب ممكن أسأل حاجة؟ بس سألي حاجة. هو يعني مشكلتي في القطعة بالذات الأسئلة دي، يعني ممكن لا أجاوب كله احنا وأترجم. يعني بص هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي ترجمنا القطع كلها مع بعض، الموضوع سهل وبسيط. هو دلوقتي بيقول لي ليه الرياضه لم تعد لوقت الفراغ بس بالعقل كده من خلال احنا قراناها ليه؟ القطعه محتاجه يبقى فيها عشان مونه، يدفع لك. يعني عشان هم عاد الناس عم بيدفع لهم فلوس، يعني ايه بيدفع لها مونه؟ انا بقرا فهمت معلومات الاول قبل ما ادور على الاجابه فين في القطعه، احاول بس اعرف الاجابه بالعربي ايه. هو بيقول الناس ليه ما عادش، يعني ليه دلوقتي الرياضه ما عادتش لوقت الفراغ؟ ما الرياضه ما عادتش لوقت الفراغ ليه؟ لان خلاص بقى مع دلوقتي عاد في ناس بيلعبوا في اوقات منظمه، وعاد في ناس بيدفع لها فلوس، فما عادتش خاصه بس بوقت الفراغ. اوكي، وعلى فكره دي ذكرت ذكرت، يعني انت ممكن تقول ايه بقى، ممكن تقول ايه اخر جمله ده إيه؟ ان الناس دلوقتي قاعد بيتسمح لها، الشركات بيستخدموا الصور وبيستخدموا اسماء رياضيين وبيدفع لهم، فعشان الاسباب دي كلها ان الرياضه ما عادتش بس الوقت الفراغ. ليه ما عادتش الوقت الفراغ؟ لان عاد في اعلانات، وعاد في شركات، وعاد في مباريات منظمه، وعاد في ناس بيدفع لهم فلوس، وعاد يبقى اسمهم بروفيشنال بلايرز. هو الموضوع عمليه فهم فقط، فهم. عشان كده لازم نزود الحصيله اللغويه اللي عندنا. يعني بص، مين فيكو، معلش يعني مين فيكو، انتوا ناس كتير فيكو كانت في كلمات تايهه منها، ناس كتير فيكو في كلمات كانت تايهه منها، مين فيكو سجل الكلمات اللي تايهه منه دي؟ مين فيكو سجل ان ايرن معناه يكسب، ان ادفرتايزمنت معناها اعلان، ان ار بيت معناها بيدفع لهم، ان بيسس اوف اكويبمنت معناها معدات، ان اورجنايزد جيمز معناها مباريات منظمه، ان بروفيشنال معناها محترف؟ مين فيكم سجل الكلام ده لو هو غايب عن ذهنه؟ ما دي بقى سجلتها وصيلة. نص ثانية. حلو، والله ينور، اللي عمل كده يبقى رائع، ما عملش كده لا يشتغل على نفسه، يشتغل على نفسه عشان ربنا يكرمني. اوكي، يلا يا احمد. شكرا. العفو يا جميل، بس فهمت احنا بنتعامل ازاي سوا؟ ما انا هحاول، عشان دايما في القطعة بالذات يعني السؤال ده هو اللي بيقف معايا، لا انت بس هشتغل عليه. افهمي السؤال بالعربي وحاولي تجمعي الاجابه بالعربي من خلال اللي انت فهمتيه في القطعه، وهتلاقي نفسك الاجابه وعلى فكره معظم الاسئله يعني اجابتها بتبقى موجوده في القطعه. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي بيقول لي ايه الاختلاف ما بين الرياضه في المضارع في الماضي والنهارده؟ ما هو بقول لك ان الناس كانت بتقضي وقت فراغها وهي بتلعب رياضه، تمام؟ ده كان زمان. طب دلوقتي بقى ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ ان الناس دلوقتي قامت بتدفع لها فلوس وبقى اسمهم محترفين، ده بالنسبه للسؤال الاول. طب السؤال الثاني، ليه بقى الرياضيين بيعلنوا عن حاجات زي الساعات والطعام؟ ليه؟ يعني ليه بيعلنوا؟ تمام؟ لان هو دلوقتي الجمله اللي قبلها بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه؟ ان الشركات دلوقتي او الاعلان للمعدات الرياضيه ما عادش بيقول اشتري كذا، لا ده بيقول لك اشتري نفس الساعه ونفس الجزمه اللي بيلبسها فلان، يعني عشان يشدوا الزباين او عشان ان اللعيبه دي تكسب فلوس. هتقولي كده صح، هتقولي كده صح، كل ده مبني على فهمي وهكذا. يلا يا ماشي يا مستر. ان اختيار الوظيفه المناسبه مهم للغايه، لانك تحتاج الى الاستمتاع بعملك حتى تحقق النجاح، لكن عليك ان تتاكد ان هذه الوظيفه لن تؤثر على حياتك الشخصيه. choose the right job، choose the right job. شوز بقى وتحت علي، هو قال الاختيار يبقى انا عايزها بشكل اسم، يبقى تحط لها اي ان جي. choosing. choosing. تمام، دي واحدة كتيرة بس. choosing the right job. it's very important. واحدة واحدة عليا، وخليك معايا وخليك معايا، ماشي معايا واحدة واحدة. انت قلت choosing the right job، حلو جميل،
يبقى انا كده جبت الفاعل. حلو، الجمله دي عيبها في ايه؟ ان بعد الفاعل واختيار الوظيفه الملائمه ديت في صفه اللي هو important. تمام. لما يبقى انت عندك جمله اسميه في العربي وانت عايز تترجم بتجيب verb to be اللي انت جبته، بس للاسف انت زودت ملح قوي 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 في الاكله باظت منك، يعني انت زودت ملح اوفر. انت قلت لي choosing the right job it's very important، ده غلط. انت الات دي جايبها منين؟ اهي الات ديت اللي هي choosing the right job. يبقى لما يكون عندي جمله اسميه، يعني انا عندي اسم وبعديه صفه وانا رايح اترجم، لا انا بجيب الاسم وبعد كده بجيب يا از يا ار من غير ات من غير زي من غير اي حاجه، وبعد كده بجيب الصفه، فتبقى it's choosing the right job is very important. فهمت يا احمد الحته ديت؟ ايوه تمام يا مستر. كم choosing the right job is very important because you need to enjoy it. Your work. Enjoy best. To enjoy best. To enjoy your work. تمام. To enjoy your work. To achieve success. أيوة. But you must. أنا مش عارف تتأكد يعني، بس أقولها تعرف. ماشي. يتأكد make sure. هي سهلة مش حوار. بس no ماشي. تمام. But you make sure. You must make sure. But you must make sure. But you must make sure this job don't impact your personal. لا impact يعني تأثير. Impact يعني تأثير. إنما يؤثر يعني affect. صح كمل. Don't affect in your personal life. ممتاز يا احمد ترجمتك يعني جميله بغض النظر عن اللي احنا الملحوظتين اللي احنا قلناهم، بس جميله. فتبقى الترجمه بقى كلها على ايه زي ما احمد قال؟ choosing the right job is very important as you need to enjoy your work to achieve success but you should or you have to or you must make sure that this job won't اللي هي will not affect your personal life، يعني لن تؤثر على حياتك الشخصية. يلا يا علاء. مستر جميل، معلش، هو يعني في حياتك الشخصية لو قلت character life هتفرق؟ لا مش هتنفع طبعا، لان character شخصية انت بتلعبيها في مسلسل في مسرحية، وكمان دي شخصية ديت اسم، انما الشخصية اللي عندك دي اللي هي شخصي جاية من شخصي اللي هي صفة يعني متعلق بيكي اللي هي personal او private، يعني اما personal اما private. اه تمام شكرا. هاي جميل. ممكن اكلمه انا ما عجبتس؟ مين بيتكلم؟ ندى. ندى محمد. قولي يا ندى. ترجم انا؟ اه ترجم يلا، انت ما قلتش حاجه من ساعتها. Practicing actives at school is very important so teachers should encourage their students to participate in them. ممارسة الأنشطة في المدرسة أمر مهم للغاية، واجب على المعلمين تشجيع طلابهم على الممارسة فيها. على الممارسة بفعلية فيها. ممتازة. يبقى إن ممارسة الأنشطة المدرسية مهمة جدا، لذلك يجب على المعلمين تشجيع طلابهم على المشاركة فيها.